السلام عليكم مشاهدي ديالنا، كدير؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس، هانيين بخير، الصحه لاباس. اليوم غندير معكم فيديو جديد ان شاء الله. غندير معكم التعميره ديال الرغيفات. انتينا عندي الدجاج مطحون، عندي البصله، عندي فليفله حمراء، عندي البطاطا، عندي قرعه، عندي دجاجه، عندي فليفله خضراء هي مقطعه. دابا ندير الزيت، الزيت في المقلاة، ندير بسيلة، شحر، هنا ندير التعميرة الشحر اللي بعدا طيب سيلا قطعتها شوية بيضة، هي أصلا ضيقة كطيح، ضيقة كطيح. دابا غندير الدجاج، نسينا انا بدلتها، هذاك ما غيوزليشي، المقلاة ما غتوزليشي، درتها في الطويجن. دابا نخليها تشحر شوية باش ندير عاد نخليها تشحر هنا نزيد دابا ندير العطرية، ندير شوية الكمون، ندير غير شوية باش يبقى دابا ديال الخضرة زوينة، ندير الخضرة سميقة ديال الحار. شوية ديال معلقة صغيرة ديال الإبزار، باش نحكوكا اللي غنديرها، عندي الملحة، هانتوما دابا هاد التعميرة ديالي وجدت، هانتينا دابا غنطفي عليها ونخليها تبرد. المشاهدين دابا نطفي عليها، خليها تبرد، نصبو جوج الزبدة باش نعمر باش نعدل الرغيفات. ثم دابا نشارك معكم العجينه، غادي نعجن دابا، نخلط. انت جبت درت الملحه، نخوي الماء، انت هنا درت واحد شويه د الخميره، عقدت الماء بارد، درت شو سخون، درت الملحة،
انتما انا كنعجن العجينه ديالي. هانتوما يا المشاهدين ديالي، هانتوما عجينة عجنتها غير دلكتها. هانتي رجعت العجينة زوينة فهمتينا. دابا غنشكلها. غندير هكا خليها ترتاح بحال بحال هيدا، نخليها ترتاح مرة لا ما نخليها ترتاح ونوليها نقولو هنا ملي كنورق العجينه ديالي كنطلقها. كندير الزبده بحال هكدا باش كت هنا عاوتاني كندير لها الزبده هنايا هنا ندير عاوتاني هادي فوق من هكا هما كندير لهم بحال هكا يجمعهم غير زوينين.
جبتها صغيرة. هانتينا درت لها نسكافية بيضة نزوق بيها باش كتعطي اللون زوين. هانتوما المشاهدين ديالنا ها الريفة ديالي الريفة ديالي كيفاش جاو زوينين سخونة. هانتوما كيجيو واعرين كيجيو مقرمشين بارك الله عليكم. وراه خطيكم علينا وديرو لنا جيم ديرو لنا ابوني بارطاجيو دخلوا القناة ديالي يا كائنات دخلوا القناة ديالنا ديروا لنا ابوني ديروا لنا جيم وبارطاجيو وتبارك الله عليكم. عمرونا باللايكات عاونونا باللايكات وهادشي اللي غنقول لكم وشكرا مع فيديو جديد ان شاء الله.